ما نخليهمش يعانيوا، ربما نتوقف هنا بعض دقائق حتى نسمح للطاقم إعلامي تاع الرئاسة من بث بعض المناظر اللي ما تشرفناش، ما تشرفش البلاد. يتفضلوا. خلف واجهات المدن ومدن الواجهة تقع مناطق ذل ألقي عليها غطاء من النسيان، واستوطنتها مظاهر الحرمان، وأخطأتها السكة قطار التنمية. من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، أنين لا يسمع، جراح لا ترى، وحكايات لا تروى، مناظر تعمين عن الالتفات إليها مدة طويلة، ولا زال المواطنون يعيشون تفاصيلها القاسية بشكل مزمن. لكن إلى متى؟ في مكان ما من جبال الجزائر بالناحية الغربية يقع دوار ولاد مصطفى بغليزان، قرية معزولة يسكنها الفقر فيما يغيب المسؤولون فيها عن الصورة. من 98 احنا خلص اللي حد، وهذه قرية ضحايا الإرهاب. رحنا اشتكينا له هذا الملك، اشتكينا له، اشتقلنا قلنا انتم فضلات إرهاب، كون غيبوا كملوا عليكم ذاك العام، ماكم مش غابنين، مانش عارف هو راه غابنا وحنا اللي نغابنا. عندنا 20,000 تاع كورس 20 ماشي قاوية، مالي هاك 20 صحيح، ومن بعد روح قولي لنا صح العشية. ايه ممكن تجي ثلاثة ولا أربعة، أنا أم السيني قاعد صحيح، ما كانش مشكل العشية، نسرجوا جوارك وروحوا للقشوش. السبالة تاع القشوش. أيه صحيح. المعاناة تاع الجزائر نعانو معاه، تدي القرعة سوق لحد تعمرها ب 20,000 كرسة، والقرعة عمرها ب 25 هنا في سوق لحد، والكرسة تاعها ب 20,000. شي خطرات ما تصيبش كرسة بدراهمك ما تصيبش. الطريق لهنايا والضو والماء والغاز مغبنا لهنايا، ما كاش عندنا والو. الماء كتشوف تاع البارد غير صالح للشرب، راك تشوفها وين هاو داير واد ورايا. السكيرنا تاع الماء لهنايا تلحقك 200,000 اللي هنا باه يجيبها لك لهنايا. الإنارة تاع الضو لهنا ما تمشيش. يطيح لك مريض لهنايا تعيط لهم على الأمبيلاس يقول لك ما كاش. نشاهدها من السماء، لكن على الأرض واقع الحال أشد قبحا أحيانا مما نعتقد. حاشاكم بك الماء، الروكار ما كاينش، كاع الدوار داير له الروكار غير الدار تاع اللي ما فيهاش. مرت حفرة هنايا الفوق باه نشرو من حاجة بولي الجدارمية، وحفرة قديمة غير نصلح فيها. فوتوني العدالة متواجدين نشرو منها، البلدية ما تزكيليش المانايا،
وانا ما جبت لا صندات لا تور لا كومبريسير اسد الرايس انا نشرب لا نموت خلوني نموت. وراه ما عندي خمس ولاد ما كاش اللي نتزوج بهم قاطعين ليا قاعدين يشوف اللي يعرف يرفض ذيك الدوم يروح للجبل يجيب شويه دوم يبيع ذيك القفه اللي يعرف يخدمها واللي ما يعرفش راه داير يديه يجيبهم سمر النهار والليل. كذب عليك ما عندناش نخدم كون عندنا كون عندنا دراهم كون رانا فرجنا روحنا تشوف السكنه كي داير مزيان الشتا السنه ما كاش. طريق السيار يصل شرق الجزائر بغربها، لكن ماذا عن الطرق الفرعية الأخرى التي لا تكاد تصلح إلا لسير الدواب أو لعبور السيارات بعد سد الحفر؟